مرحبا بكم السيد وزير الداخلية، وأتوجه بالتحية إلى قواتنا المسلحة على الجهود التي تبذلها أنا الليل وأطراف النهار في كل مكان للتصدي لكل أنواع الجريمة وللتصدي لكل من يحاول المس بالأمن القومي التونسي. نحن في مرحلة انتخابية، الانتخابات ليست حربا بل هي موعد يتجدد في مناسبات محددة تبقى ما يضبطه الدستور. ما يلاحظ اليوم ليس حملة انتخابية قبل موعده المحدد بالقانون، بل حملة ضد الدولة التونسية وضد الشعب التونسي، وحملة تدار من الخارج عن طريق هذه الصفحات المدعومة أو ما يعرف بالصفحات المدعومة من الخارج والمأجورة من الخارج، ولكنها لن تربكنا أبدا. ثم قبل ذلك الشعب التونسي والحمد لله تعالى أظهر وعيا غير مسبوق سيسجله التاريخ بأحرفة من ذهب، وهذا الوعي أقوى من كل الصفحات أو ما يسمى بالصفحات، وسيلقي بالشعب التونسي في مزبلة التاريخ. وهذا الوعي أقوى من كل المضادات أو ضد كل الفيروسات. وليكن الأمر واضحا أن الدوائر التي تلتقي في تونس وخارج تونس معلومة، وليكن الأمر واضحا للجميع أيضا أن الشعب التونسي لن يقبل أبدا بأن يكون على رأس الدولة التونسية خائن أو عميل. هذا الذي يستعد لتوقيع أو يحلم بتوقيع معاهدة جديدة للحماية أو الوصاية أو الانتداء. تم فسخه من صفحة الرئاسة ومن التلفزة الوطنية، هذا يدل على تخبط قيس سعيد. هذه الأحداث لم تحصل منذ 5 سنوات. البارح شفته يعني هجوم بحسابات تونسية على صفحة الرئاسة في المنشور هذايا اللي فسخه، هذايا الحوار اللي قام به قيس سعيد مع وزير الداخلية خالد النوري، وقام بفسخه لأنه قيس سعيد اليوم يتخبط. شفته الهجوم التوانسة بحسابات تونسية، يعني البارح صفحة الرئاسة تعرضت إلى هجوم صحيح، مش هجوم معناها من حسابات وشركات ما نعرفش منين وهنود لا، هذا من حسابات تونسية. وتعليقات البارح كانت معناها بالمئات ضد قيس سعيد، حتى وقع إخفاء العدد نتاع الجام المضحك هذاك، وراهم التوانسة تنجم تعاودوا تثبتوا فيهم. ماذا فعل المشرف على صفحة الرئاسة؟ قام بفسخ التعليقات، كانوا في حدود 2600، يعني وقع حتى أكثر من شطر، يعني أكثر من يمكن 1500 تعليق، وهذا ما رصدناه، وهذا ما قدامكم التعليقات قبل فسخهم من التوانسة. هذا ما حسابات التوانسة وقع، يعني كلها ضد قيس سعيد، لأنه هذا الرجل يعني ما زال يتكلم باسم الشعب التونسي. ونحب نقول لكم حاجة، أن الهاكر التوانسة، هاكر التوانسة من الفلاقة، ومعناها مقرروا وحذروا قيس سعيد وصفحة الرئاسة أنه ما عاش يتكلم باسم الشعب التونسي، ما عاش يقول نحن الشعب والشعب، ويتكلم هو الشعب الكل ضد قيس سعيد. اليوم علاش تبدأوا تكذبوا؟ وحسابات وشركات من برا، ادخل ثبت حسابات التوانسة البارح في
مقابله كمال خالد النوري حسابات التوانس علاش الكذب، وزيد فسخوهم، فسخوا اكثر من 1500 1200 تعليق، فسختهم الادمين تاع صفحه الرئاسه وفسخت التعليقات. اذا كان انتم بالحق يعني اليوم الغضب التوانسي الكل على انه قيس سعيد ما عادش يتكلم باسم الشعب، البارح قال لك لن ارضى على راس الدوله لا خائنا ولا عميلا. من الخائن ومن العميل؟ قيس سعيد، هذا التوانسي شي يقول انت خائن يا قيس سعيد، انت خائن، بعت تونس الميلوني وجبت لنا لفرقه وانت اللي امضيت مع ميلوني، هذا موثق. شكون الخائن؟ شكون العميل؟ شكون باع تونس للجزائر؟ قيس سعيد. شكون خلى باع تونس برخص لثمان الميلوني والجزائر؟ قيس سعيد. شكون فقرنا؟ قيس سعيد. شكون الخائن والعميل؟ قيس سعيد. مازال يتكلم باسم الشعب. هاك علاش راه التوانسه كل منشور، ولاحظوا انتم كل منشور يهبط التوانسه ولا تتهاجم، ولات الناس الكل تهاجم، ما عادش قلت لك التوانسه اليوم راهم ولاو ضد قيس سعيد. هاك حاجز الخوف، كل واحد كل اليوم مشى جمله واحده. يوم التوانسه كلكم تشوفوا هذا حسابات التوانسه، البارح الاف مؤلفه من التوانسه، ما هماش حسابات من دول اسيويه كما يقول. عاودوا ثبتوا، واللي فسخوا هذوما موجودين عندنا، واللي تفسخوا هذوما راهم حسابات التوانسه. حسابات التوانسه قاموا بفسخ التعليقات. قيس سعيد يتخبط يمكن في ايامه الاخيره، الشعب قال لك ما عادش تتكلم باسم الشعب في صفحه الرئاسه، وهذوما الهاكر قالوا له، نبهوا الهاكر التوانسه حذروا قيس سعيد صفحه الرئاسه انهم مش يطيروها جمله واحده، قالوا له ما عادش تحكي باسم التوانسه، ما عادش تقول نحن الشعب، راهو الشعب الكل ضدك، راهو ما عادش تقول تتكلم باسم الشعب، الشعب الكل ضدك. والبارح قال استدعى وزير الداخليه مش يهاجم مواقع التواصل، الشعب اقوى من مواقع التواصل الاجتماعي. خويا 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 كنتش انا نتصور معناه مش يكره روحه بالطريقه هذه، معناه ما يحشمش، معناه تحشموش بالحق، ما تحشموش معناه ما انا نورمالمون نتخبى، نورمالمون ما عادش نقدم استقالتي. يعني الشيء اللي قاعد صاير في صفحه الرئاسه ولا في الوضع العام، نمشي نقدم استقالتي، ما نخليش العباد تسب فيا وتكرهني وتسبني في الصفحات. سبوا فيه البارح التوانسه الكل هاجموا، يفسخ كان ادمي يسخف مسكين، يفسخ فهمت، قاعد يفسخ فسخوا فوق الاكثر من واحد. والجماد برا شوفوا الدنيا، معناها اليوم حتى الهاكر التوانسه دخلوا نبهوا عليه، قالوا له ما عادش تتكلم باسم التوانسه في صفحه الرئاسه، ما فيها شيء، تكلمش باسم الشعب التوانسي، شكونك انت؟ انت رئيس غير شرعي وماناش معترفين بيك، والشعب مش معترف بيك، والشعب ضدك لا بانتخاباتك لا باللي تحب عليهم، واضحه العمليه. دونك قيس سعيد تخبط، قيس سعيد ما زالت المشكله قائمه بينه وبين الجيش، توتر ما زال قائم بينه وبين القيادات الجيش الوطني، حيث راكم شفتوا فسخ جميع الصور والفيديوهات نتاع الجيش في صفحة الرئاسة، قام بترقية الفرجاني أمس من أمر لواء 15 أكتوبر اللي فات إلى فريق أول، إلى فريق وإلى فريق أول في ظرف عام. هذه زادة تحير للحيرة حقيقة، لأول مرة في العالم، ما صارتش في تاريخ الرتب العسكرية، ربما لأنه طبيب يعرف ملف قيس، أو ربما خوفا من الغول وظيفة. وهذا هو معناها الوضع، كما زال كما تعرف الشعب الكل، الحاجة الوحيدة الثابتة أن الشعب أصبح ضد قيس سعيد. الصعب اليوم تحرر من كل شيء، شفت الهجوم البارح يعني، وكل مرة مش قيس سعيد يهبط منشور، الشعب مش يولي بطبيعته يهبط التعليقات في الصفحة، لأنه قيس سعيد ما زال يتكلم باسم الشعب، ما عندكش الحق تكلم باسم الشعب، لا أهلية لك ولا مشروعية. هذا هو الأخبار، وهذاك الفيديو اللي هبطته لكم، اللي فسخوا قيس سعيد البارح من صفحة الرئاسة تخبطا وخوفا من الشعب الذي أصبح اليوم، قيس سعيد أصبح اليوم عدو لهذا الشعب. والسلام.